سكر بالله. إذن اللي وصلناه المرة الماضية لما حلينا في هذا المثال اللي هو تكمل المثال السابق طلع معنا الانترفال 28.49 seconds والهذه كاباستي كانت 12.636. هذا compliant solution بس مش هو الخط اللي بنزل على الارايفل ريت لاين. كانت الانيشال راوند تريب تايم 142 على 12 باسنجر. حتى انتقل للإتريشن اللي بعدها اطلع في انيشال بلس 1 واللي هي الان بتصير كانت لاندا اذا متذكرين كانت عندنا 0.4 passengers per second مضبوط؟ فهاي بتصير عندي الان 0.4 passengers per second الانترفال initial اللي هو طلع معنا 28.4 فبصير عندي 0.4 في 28.49 فبيطلع معنا p initial plus 1 11.4 passengers. اوكي؟ هلا ما راح اعيد كل التفاصيل، التفاصيل موجوده هون، راح نحط الان الارقام، راح نحط اتش الجديده واس الجديده بدكم تعملوها ان ايكوال فلور بوبوليشن. متذكرين المعادله اللي استعملناها المره الماضيه؟ كانت عندي اس في ان ايكوال فلور بوبوليشن كانت ان جمعنا 1 ماينس يو اي على يو مش هيك للقوه بي معناهم من i بتساوي 1 ل n و h كانت n minus summation. هلا هون كانت عندي هاي للقوه p اللي هي بالايكوال فلور بوبوليشنز كانت i على n و i كانت 1 ل n ناقص 1. بس هون صرت اجمع كل الفلورز تبعته واللي تحته فكانت summation من j بتساوي 1 ل i u j على u. اوكي ماشي متذكرين؟ واذا بدك عشان تكون مطمئن حط القوس هذا. اوكي ماشي عشان ااكد اني بجمع هدول برفعهم للقوه بي هدول بكون الترم بروح الترم اللي بعده واللي بعده واللي بعده مظبوط. فالان هلا اول اتريشن ولما رسمناها هاي فكره خلينا نرسمها عشان راح اعمل زوم الان راح نرسم خط هون هلا احنا عندنا كانت هذه 30 فخليني افترض انه عندي 30 شو رايكم نعمل 30 ونعمل هون 29 واعمل هون 28 27 26 25 وهاي بتصير هون 24 فانا عملت زوم مش بصير اعمل زوم اركز بمرتبه معينه على السير وبعدين رح نعمل كان عندي هون 12.6 فخلينا نعمل هذا مثلا هون 12 وراح اعمل هذا مثلا 12.2 12.4 12.6 12.8 فبصير هذا 11.8 11.6%. هاي الخط اللي بهمنا هون والخط اللي بهمني هون اللي بدينا منه هو هذا الخط. هاي اول نقطة طلعت معنا واللي كانت كسر بس ما اخذنا الكسر. عملنا رحنا على اي نقطة؟ رحنا على نقطة 12.6 راح تكون هون وبعدين ايش مضيوف لل 6 تقريبا ثلث المسافة لل 7 يعني هون تقريبا. وبعدين طلع معنا الانترفال اللي بقابلها كان 28.5 ف 28.5 راح تكون تقريبا هون. فهاي اول نقطه وهاي على ايش بي كانت بهذيك اللحظه؟ 12 وال اللي هون بس ما راح ارسم خط لاني مش عارف اتجاه الخط هلا بس اطلع النقطه الثانيه طلعنا النقطة الثانية عملنا اتريشن، النقطة الثانية على ايش راح تكون مبنية؟ على اساس بي انيشال بلس 1 11.4 راح ينزل عندي خط الباسنجرز لتحت راح يعطيني نقطة ثانية راح اصل بخط بين النقطة هاي والنقطة هاي بقلم رصاص او مش بقلم رصاص بهذا وبعدين راح امد هذا الخط لحد ما يتقاطع هون عندي راح افترضها بالفيسينيتي هاي راح افترض انها خط مستقيم حتى هذا بالفترة الصغيرة هاي مبين كانه خط مستقيم وهذول اذا بنرسمهم
إذا نرسمهم فعليا وما بنعمل زوم رح يبين خط البي خط مايل، حتى خط ال ما بيكون خط مستقيم، بس احنا هون عم نفترض بالفترة هاي بنفترض انه صحيح. هلا الحل الجديد تبع ال 11.4 ما رح ادخل فيه بتفصيله، تفصيله موجود هون، بدك ترس تعمل الجدول نفس الشيء حتى تطلع اتش واس. هلا ان طبعا ضلت نفسها، قديش كانت ان عندنا؟ 8 ولا 10؟ 12. فان كانت عندنا 12 وكانت تتذكروا عندي unequal floor population، فunequal floor population بدي اضطر استعمل يو اي، ها؟ مش واحد على ان، ما بقدر استعمل واحد على ان. فبتطلع الان معي اس اذا بدك سميها initial plus 1 و اتش سميها كمان initial plus 1. رح نحسب هدول الجداد. هلا حتى شغلنا مزبوط نتاكد انه شغلنا مزبوط، المفروض اس تطلع اقل عندي من اس السابقه. ليش؟ ان ما تغيرت، بس ايش اللي تغير؟ بس بي، فبي صارت اقل، ان ظلت نفسها، فالمفروض انه اس تكون اقل من اس السابقه. فبالحسابات اللي هون بتطلع مفروض S initial plus 1 على 11.4 تطلع 6.868. قديش كانت السابقة؟ اللي قبل هذه كانت S كانت 7.055. فعلى الأقل هذا تدقيق سريع إنه شغلنا مظبوط. و H initial plus 1 تطلع معي على اساس 11.4 تطلع 9.913 فلورز. وقديش كانت بالاول على 12 باسنجر؟ 9.98. فنزلت شيء بسيط، ولذلك حتى هون التغير هذا، رغم انه هاي طبعا اكبر تغير رح يصير اول واحد، بعدين التغيرات الثانيه رح تكون صغيره. هلا اذا بحسب من هون راوند تريب تايم انيشال بلس 1 تعطيني، راح احط الجواب النهائي مباشره اللي هي 139.204 سكند. قديش كانت اللي قبلها؟ هلا احنا لو عندنا نيوميريكال بروجرام بنحط كونفرجنس كرايتيريا، فبنقول اصغر، اذا صار التغير في الراوند تريب تايم اقل من قيمه معينه خلص بنوقف. بس هلا في كبير التغير، كم سكند؟ تقريبا 3 سكند، 3.2 سكند. او بتعمل الكونفرجنس كرايتيريا على بي، قديش تغيرت بي من هون لهون؟ من 12 الى 0.6 11.4 نزلت 0.6. فاحنا عاده في نيوميريكال بروجرام راح نحط كونفرجنس كرايتيريا، مثلا كونفرجنس كرايتيريا يكون دلتا ار تي تي مثلا اقل من او يساوي فرضا 0.1 اوف ا سكند، او يكون دلتا بي اي اقل من، او بلاش الاي هون، اقل من مثلا 0.01 باسنجر. اوكي، بتكون هاي كونفرجنس، بنعتبر انه احنا وصلنا بشكل مقبول النقطه هاي اللي موجوده هون. نعم، مش هو بالاخر حيوصل على 12%؟ نعم. طب ليش ما نعتبر انه هي عنده يخلص الكود او اللي هو؟ ما هو قديش 12%؟ بركي كان 12، بصير كمان هاي كرايتيريا، بصير تقول احنا وصلنا 12%، بصير، بس ممكن تكون هي 12.001، هل توقف ولا لا؟ بدك كونفرجنس كرايتيريا. يعني احنا لما اول او في اللحظة بصير زي ما بدك، بصير تقول انا بدي اعمل الكونفرجنس كرايتيريا، بصير، بدك تحط الكونفرجنس كرايتيريا دلتا او اي ار هاندلنج كاباسيتي اذا بدك تحطها بهذا الشكل ماينس اي ار ابسولوت مثلا اقل مثلا من 0.001 فقط، بصير تعمل هاي كونفرجنس كرايتيريا، بصير. طيب هلا اذا بدنا نحسب بناء على ار تي تي اني بلس 1 ايش راح اطلع؟ عدد مصاعد جديده؟ لا ما بصيرش ارجع، خلص انتهينا، احنا عم نتحرك على الخط تبع الخمسه، بدي اطلع الانترفال الجديد. فالانترفال الان بصير عندي انترفال انيشال بلس 1 يساوي ار تي تي انيشال بلس 1 على ال اللي هي 5، فبتصير عندي 139 على 5 تعطيني 27.84 سكندز. وايش بدنا كمان؟ بدنا هاندلنج كاباسيتي انيشال بلس 1 تساوي، راح تصير عندي 300 على 139.2
البوبوليشن كانت 1000 مش هيك؟ وعندي 11.4 passengers وخمس مصاعد. بتطلع عندي الهاندنج كاباسيتي انيشال بلس 1 تطلع 12.284. قديش كانت السابقة؟ 12.6 هذه صارت 12.284. صار عندي نقطة جديدة مش هيك؟ نقطة جديدة ايش احداثياتها؟ 27.8 27.84 هي 27 27.5 27.8 تقريبا هون، والنقطة الثانية 12.28 يعني تقريبا 12.3 اقل شوي تكون. شو بنعمل الان؟ طلع هاي النقطة اللي هون. هلا هاي النقطة هون احنا عارفينها 12 ملي. هلا بتحل هاي بطريقتين، بتعرفوا تعالوا تطلعوا معادلة الخط اللي مر في نقطتين. في حد ما بيعرف؟ x minus x1 على y minus y1 بساوي x1 minus x2 على y1 minus y2. ها؟ كل عارف فاهم؟ فاهمين ولا جاملوا فيي؟ كل عارف يطلع معادلة خط بمر في نقطتين. هلا او نرسم هذا اذا جرافيكال وهذا تو سكيل وهذا تو سكيل كله هون نرسمه وبنطلع هاي قديش هاي تقديرا بالنظر. انا اي وود سي انها هاي 27.543 تقريبا 27.15. خلينا نشوف انا هون عندي ال 11. شوف اذا عندي انا جواب نهائي. الايتريشن اللي بعدها بتروح على 27.55 ولسه ما بتكون واصله من هون، فهي الطريقة أسرع مش هيك؟ فبصير عندي الجواب النهائي تقريبا بصير عندي الفاينل فاليو اللي هو انترفال، راح أحط كلمة فاينل جنبه F بساوي 27.15 seconds. وإيش الهاندي كاباسيتي النهائية؟ 12. وهلأ من هذا بقدر أحسب، بقدر احسب بي مش هيك؟ نحسب بي. كيف بدنا نحسب بي الان؟ هاي المعادلة عندي بعوضها هون. ايش صار المجهول فيها؟ صار المجهول فيها بي ومعروف الانترفال. كيف بطلع الانترفال؟ بضرب هذا الرقم فيه. ايش بضرب هذا الرقم حتى اطلع الانترفال؟ بخمسة. اذا هون عندي راوند تريب تايم فاينل بتساوي 27.15 في ال اللي هي خمسة. قديش تطلع؟ حتى هي على فكرة هي مقسومة موجودة هون أصلاً، لأنه هي 139 مقسومة على L، 139 مقسومة على L هي إيش؟ هي الانترفال. بإمكاني أنا أشيل L وأشيل RTT وأحط هون الانترفال. قديش تطلع؟ 135.75 هلا صار عندي الراوند تريب تايم معروف، L معروف، بدي أطلع P والهاندلنج كاباسيتي معروفة. إذا بيطلع معي بي فاينل بيساوي بي فاينل راح يكون 12% مضروبة في اللي بالمقام. ايش اللي بالمقام؟ بال 135.75 في 1000 مقسوم على اللي هون اللي هم 300 في 11 في ال 300 في ال بيطلع معنا بي. 300 في 5 قديش بيطلع معنا بي هون؟ 10.86% 10.86% فهون الخط هذا الآن، هذا الخط إيش كان بي فيه؟ 11.4. هذا الخط 10.86% أوكي؟